نحاولوا جمعية الكفيف الموبس اللي كوناها باش نبعثوا روح جديدة للمكفوف، نحبوا نساهموا في التغيير متاع 2010 الديمقراطية، معناها الربيع العربي، نحبوا نساهموا في التعليم وتوجيه الكفيف على خاطر الديمقراطية ليس تعبير في الكلام وحرية الكلام، حرية المسؤولية وحرية التصرف. بالمهنة هذه متاع الإعلامية نحبوا نسهلوا له دخوله في المجتمع التونسي في المجتمع العالمي باش تكون عنده قدرة لتسهل له يخدم في تونس ولا يخدم في الخارج، على خاطر المكفوف ما نجمش يحرق يزمو يحرق بالمخ متاعه. وهذا اللي نحبوا نساعدوه ونعاونوه للمكفوف، نحبوا المعهد هذايا وجنان القروان على خاطر نقولوا بكل صراحة غير على البلاد ومحبة في البلاد وباش نغيروا الوضع هنا، على خاطر نحبوا المكفوف يفرض روحه هنا في تونس. صعيبه ياسر كنت برشا حوايج وسوسه صعيبه وسواق صعيبه، وان كان المستقبل في تونس اقوى من هنا، اما لازم نشجعوا الناس هوني ونوعيوهم باش يساعدونا. وكاو الجمعيه هذه كانت دار جدودي، دار أمي معناها، وكنت وقت كنت نشوف كنت نلعب هنا عاد كل الجماعة الوراثة الكل سلموا فيها قبلتها، كانت خربة هنا كما الخربة اللي بجنبي من الدار الألاني، وحسن الناس عبد الرزاق تراد هو اللي عاوننا معناها، هو اللي قيمها باش ناخذ الرخصة وكل شيء، ورجعناها حاجة هايلة بشوية بشوية. احنا نحبوا المعهد هذا زاد يكون ملتقى للمكفوفين العرب والإفريقيين، على خاطر في الصيف معناها المعهد مش يقرأوا الانترنت والعالمية من اكتوبر حتى الجوان، وجويلية اوت سبتمبر يكون ملتقى للمكفوفين من اوروبا ومن افريقيا، يعملوا دي سيمينار، يعملوا ملتقيات مع بعضهم، ويعديوا جمعة ولا اربع ايام في سوس ولا في المهدية، وفي الوقت الكل موجودين هنا. تو طابت التمن الكاف، تشوف الكاف معناها ابرد بعشرة على الاقل 10 دقري الكاف، معناها في الصيف نجموا يخدموا الفوق ويخدموا اللوطة باش ندخلوا الكليماتيزور باش الخدمة تتسهل للجماعة اللي مش يجيو هنا. ان شاء الله في اكتوبر 24 ان شاء الله. قديش باش يؤم تقريبا 14%. باش نبداو بشويه بشويه، علاش؟ على خاطر بالاقامه نتاعهم ولا ولا لا يعني لا باش نبداو بلاش اقامه. عندنا الاقامه الفوق وما مازال ما عندناش الماده اللي تسهل لنا باش نسكنوهم بلاش، فهمني؟ احنا نسهلوا الجمعيه نتاعنا مش تهليهم الاداه اللي يقراوا بها، اما نجموش نكلوهم ونسكنوهم بلاش حتى بلا بصر مصاريف. صحيح، هذاك علاش نحبوا نعرفوا بالمعهد هذايا وندخلوا وزارة التشغيل وزارة التعليم العالي باش تعطي تخلص لنا الأساتذة، تخلص لنا مع الشؤون الاجتماعية، تخلص لنا الماكلة والسكنة. نحبوا نحاولوا نعملوا كيف السكتش ولا كيف كيفاش يقولوا الميكست ميكس مع الوزارات هذوما الثلاثة بشراكة بشراكة. نحبوا نحاولوا بخصوص نحبوا نجيبوا برشا مكفوفين من الخارج باش يتعرفوا على بعضهم ويتعاملوا مع بعضهم ويسهلوا بعضهم الحياة. يجي واحد من ألمانيا يخدم هنا ولا توتي يمشي يخدم في ألمانيا ولا في كندا ولا في الجزائر ولا في المغرب، ومن غادي يجي لهنا. نحبوا المكفوف يتحرك. هذا كانت الكونفرنس موبيليتي اورينتاسيون، معناها باش المكفوف يعرف يتصرف ويتخلى، نقول بكل صراحة يتخلى على العاطفة اللي تخذله ما تعطيهوش الحرية يتصرف، يعطيه ما يأكل ما يعلموهش كيفاش يميز. احنا نعلموه كيفاش يميز، نحبوا نعلموه يأكلش الحوت وينو الحوت يتشريه وينو ثم حوت الجابية ثم حوت الواء ثم حوت البحر، وش يعرف يميز ما بين هذا وهذا. الحياة فام، الإذاعة الأولى للصحة في تونس. الحياة فام.